تفضلوا معايا الزوزة، تفضلوا معايا الزوزة. والغاية من هذه اللعبة والهدف من هذه اللعبة هو أننا خاصة نحترموا الوقت اللي تمر من الساحي ناسا. وأجي عندي أنت، كنا غادي نشاركوا، كنا غادي نلعبوا، باقي بزاف ديال المسابقات، بزاف ديال التحديات. ديروا في هذيك الباسيكي، غتخرجوا من الباب كتجريو هذيك السلة الأولى، شوفوا الشو، غتحطوا فيها الزبل وغترجعوا كتجريو لعندي هنا، اللي غادي يسبق هو اللي غادي يفوز. دابا راه الدين كنشوفوا باقي معطل. دونك دريس عثماني مدير الاستغلال بشركه ارما طنجي. دونك كما جيتوا وكنتوا معنا هذه الحمله، هذه الانطلاقه ديال الحمله التحسيسيه ديال الشواطئ ديالنا اللي داخله في واحد البرنامج ديال الشراكه اللي كيجمع شركه ارما بجماعه مدينه طنجه والسلطات المحليه، وكذلك في اطار البرنامج التعاقدي اللي ارما الشركه ديال ارما مع مدينه طنجه. هذه الحمله هذه اللي ان شاء الله غادي تمتد على مدى اسبوعين، اللي غادي تشمل واحد اربعه ديال الشواطئ، هذا الشاطئ ديال بلايا بلانكا اللي كنتواجدوا فيه الان، وشاطئ الغندوري وشاطئ الماريسات. هذه الحمله هذه كتهدف للتحسيس وتوعيه الاطفال والساكنه يعني بالاهميه ديال الانخراط والمساهمه في النظافه لا ديال الشواطئ ديالنا ولا المدن ديالنا. هذه الحمله اللي كتشمل واحد المسابقات وواحد اللي فيها واحد الرسائل للاطفال، لان كما كنعرفوا الاطفال هما الرجال والنساء ديال المستقبل، اللي من خلالهم كنحاولوا نمروا هذه الرسائل هذا ونحاولوا نعلموهم على يعني التعامل والاحترام ديال مع النفايات ديالنا. هاد الرسائل اللي كتوجه في هاد الحملة التحسيسية هي احترام توقيت مرور الشاحنات ورمي النفايات في الأماكن المخصصة لها. كما قلت أن هاد الحملة هذه إن شاء الله غادي تمتد على مدى أسبوعين إن شاء الله. أنا نضغطوا فريتنا كاملين دائما تحت شعار أحب شاطئي وأعتني به. بارك الله عليكم كاملين.